انت قلق يا ابن الستة، سيب له الميه من عندك يا قلق. لا مش سايب الميه، اهدى، غطي لسه ما ابتلاش ميه. يا قلق سيب له الميه يا قلق، هي هتكفي مين ولا مين؟ ايه ما تزقش كده؟ ايه اللي ما تزقش؟ اخلص يا قلق خلينا نخلص. ايه اخلص ايه؟ اخلص ايه؟ يا الميه قلق كده ليه؟ هي الله الجاموسه وقفت. عندها حق تناقض، ما بتاكلش. يعني لو البقرة بتاعتي عرفت طريق المركز كانت راحت واشتكتني من الغلب اللي بتغلبه. ولا رجب ده يا رجالة عامل زي جحي. وبعدين يا عمدة احنا لو سكتنا على كده البلد هتخرب. شوف يا شيخ متولي، ناحية أبو إسماعيل لموا من بعضيهم واشتروا محرات نار، من يوميها المحصول بتاعهم بقى بطقطقين والبقر بتاعهم سمن، ليه ما نعملش زيهم؟ كلامك مظبوط بس منين؟ البلد كلها كبير وصغير نجمع المبلغ ونشتري محرات نار. أيوه بس في فلاحين ما يقدروش والمبلغ اللي مطلوب ليس بالقليل. بس فيه فلوس تحت البلاطة في البلد وانتوا الاتنين عارفين كده كويس. المسألة عايزة مروءة ومفيش حاجة هتخسر. الأرض البور هتتزرع والمحرات هيأجروا الفلاحين ويجيب تمن. أنا سمعت إنه بيطلع كهرباء كمان. الولا رجب ده هيجنني يا رجالة. اللي بيقولوا رجب مظبوط. قلتوا إيه؟ أنا موافق وهخش بحصتين. وأنا بحصتين. وأنا وابن عمتي وابن خالتي وابن عمي وجماعتي بحصة. وأنا كمان بنص حصة. وأنا بحصة. وانا معاكم السد، انا ما حلتش حاجه. على خيرة الله، بكره ان شاء الله بعد صلاه الجمعه والبلد كلها مجموعه نعرض الامر على الفلاحين وكل واحد يقدر يدفع اللي يقدر عليه. قلتوا ايه يا رجاله؟ على خيرة الله، على خيرة الله، على خيرة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اجلسوا في أماكنكم لحظة، اجلسوا. اتفضل يا عمدة. المبلغ اتلم والحمد لله. على خيرة الله. اختاروا واحد يكون امين ومفتح عشان يسافر يشتري المحرات. ما ينفعش للشغلانه دي غيرك انت يا عمده. انا يستحيل اسيب الضبط والربط في البلد واسافر مصر. دي شغلانه شاقه وعايزه انسان مفتح. طب ما تروح انت يا شيخ متولي. انا يا رجب ده حتى حرام عليك يا ابني. اروح فين في وسط الازدحام والصراع الرهيب اللي بين البشر هناك؟ تعرفوا مين اللي ينفع في المشوار ده؟ امين وشاطر ومخلص وملحلح. مين يا ولد؟ مين؟ رجب. رجب يا حضرة العمدة. والله فلحت النبال يا عوضية. فعلا رجب امين وفالح وعينيه مفتحة. بس انا يا عمدة عمري ما رحت مصر. لكن رحت المركز. ايوه انا رحت المركز ودخلت السيمة واشتريت حلاوة وطعمية. بس ايش جاب المركز لمصر؟ ما تفرقش كتير يا راجل، بس المركز صغير ومصر كبيره حبتين. فعلا انا مطمئن لهذا الاختيار بالرغم من ان رجب لا يجيد القراءه ولا الكتابه. خد يا عمده عد الفلوس ونتوكل على الله. براوه يا عم جاتلك على الطفطار. مش رحت مصر يا غباشي؟ ايام الجهاديه. لما تنورنا انا هشتري المحلات في ربع ساعه وبعد كده هبرم براوي. اهو اللي زيك انت في مصر تبقى عليها العين قوي. لا يا شيخ. امال؟ ربنا يطمنك. معايا ليك حاجه هتعجبك قوي، خد امسك. ايه ده؟ حجاب. حجاب ايه يا بني ادم؟ ده عنوان شوشو. شوشو مين؟ يا سلاسوخه في حد في الدنيا ما يعرفش شوشو؟ ما تزعلش قوي كده، هي كانت جريدة الحيوانات. بس انا ما حكيتش اخبارك. الله ايه يا جدع انت مش تفتح؟ ايه البلاوي دي؟ ايه ده اشلاء وجايز يكون دفيان ترهني؟ لا يا عم انت فرقان حظك نار. نفسي حد يرهني واكسبه. انت انا زي الطلطش كده مش تفتح. ايه ده؟ لا مؤاخذه يا سيدنا الافندي اصلا خلاص لا اصل ولا فصل. بقول ايه يا سيدنا الافندي؟ ايه؟ هي السكه منين؟ إيه؟ سكه ايه؟ منين يودي على فين؟ اقول لك وما تزعلش. لا هزعل هزعل قوي. صحيح من خرج من داره ونقل مقداره. انت يا سيد يا وهدي يا محترم اكسب بالهنا والشفا؟ لا حصل لا هنا ولا شفا. 125 قرش والبطاقه التقيله رابطها على بطني. ياه خد رجعها. تبقى ناوي على حاجه تانية يا بلبل. عرقي وحياتك هتتعب نفسك على الفاضي. تراهن؟ عصفور في اليد. حياة النبي يا سيدنا الافندي الله يسهلك. تسمح يا سيد؟ ما تروح تشتغل يا اخي. يلا يا ولاد. الله الله ده انا اتبهدلت يا اخوانا. منين يودي على فين؟ انت نازل تلطيش في الخلق ليه؟ مش تفتح؟ لا مؤاخذه يا سيدنا الافندي ما تعرفش طريق شوشو ما تحترم نفسك. يا عندك حق قله ادب. هو اشتمه منه فيه؟ اهدي انا هرجع بلدنا. رجب حبيبي ازيك يا رجب؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ لا حضرتك تعرفني؟ ايه اللي عرفك؟ مش انت رجب ابن عم عبار؟ وتعرف عمك عبد البر كمان؟ ايه اللي اعرفه؟ قال هو زيه. اللي هو مين؟ عم عبر. اسكت ده ما دلعني وهشكني وانت لسه مقروض صغير. ازيك يا راجل؟ انا مش مصدق عيني. ليه؟ تسمح لي اركع تحت مداسك واعيط؟ اعيط رجب ما يصحش كده يا رجب. ما انا لازم اعيط. ليه بس يا حبيبي؟ ده انا شفت الوالي يا بيه. هو البيه اسمه ايه؟ هو انت ما تعرفنيش؟ انا ما اعرفش حاجه ابدا. تسمح لي اعيط؟ ليه؟ ماليش لزوم خليك راجل. راجل مين في البلد دي؟ بقى انت تعرف ابويا عبد البر؟ طبعا. طب ازاي؟ بلدياتي. انت من بلدنا؟ امال ايه؟ يا عم سيبنا اعيط. ده والدك يا ملعبني وشالني على كتافه وجري بيا زي الحصان. يا راجل ما تقولش كلام زي ده. حقيقي يا راجل. وما جيتش من بدري ليه؟ ده انا كنت زي الغرقان في بحر ملوش قرار. قلت لي يا قلت لي اسمك ايه؟ بلبل. سي بلبل. نعم. انا لازم اعيط. لا ملوش لزوم. انت جاي مصر تعمل ايه؟ هقول لك بس خرجني من الحته دي احسن واحد مخه اتلحس. بينا يا بلدياتي يا حبيبي. ده الدنيا بخير يا جدع. يلا انما انت كده مودينا على فين؟ عند اخ حبيب زي رجب. عنده محاريد؟ محاريد ده ايه؟ ده صاحب السرايا دي. صاحب السرايا دي يبقى حبيبك؟ حبيبي وصاحبي الروح بالروح. طب اتفضل انت بقى اقضي مصلحتك وانا هستناك هنا. تستنى هنا ده ايه؟ خش جوه تشطف واستحمى واغسل وشك وبعدين نبقى نخلص موضوعنا على رواقه جوه. اتفضل. اهلا بالحبيب. اهلا 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 اهلا. الظباط دول اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالحبيب الغالي. اهلا اهلا. طلع عليك. ايه اللي بتعمله ده يا راجل ده؟ مش البيه الصغير ابن صاحب السرايا برضه؟ لا يا حبيبي. امال ده يبقى مين؟ ده شغال هنا. شغال؟ القيافه دي كلها يبقى شغال؟ امال صاحب السرايا يبقى لابس ايه؟ ظريف يا رجب. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا رجب بيه. اتفضل اعمل ايه؟ اكل ايه؟ ده الدبلوسيه الحلو يعني؟ حلو ايه؟ يا جدع خش تشطف ما تفضحناش. يلا. سي بلبل ولو ان فيها اساءة ادب يعني ممكن اخلي دي مع حضرتك؟ حطها عندك. احطها عندي هنا؟ ما انت معذور، ما انتش عارف ايه اللي جواه ده بلاوي دي، ما تسيبهاش من تحت بطاطا عشان هترموش عليا. ده حلال معايا يا حبيبي، معايا، خش معايا عشان خش مع البيت كده. خلصت شغلك مع البيه صاحب السراية؟ لا والله يا رجب ما قابلتوش. يا خساره، كان نفسي اشوفه يا سيدي. مسيرك تشوفه. يلا بينا. اروح على فين؟ تلاقيك ميت من الجوع. شوف اما اقول لك، انا ما شفتش انبه منك يا رجب. عيب، ده واجب. المرحوم والدك له افضل عليا كتير. يا سعاده البيه، انا نفسي اعمل حاجه. امر. انا نفسي اعيط. يلا يا رجب، يلا يلا خد. يلا يا حبيبي اتفضل. عينك غصب عني يا بيه، ده حاجه تلحس. لو نشوف دي. يلا يا رب، يلا يلا. بلبل بيه. نعم. انا عزمك وانا قبلت عزومتك، ده بس عشان ما تزعلش. اتفضل. ده ايه ده؟ ده كبابجي. كبابجي؟ ايوه بس ما انا عازمك صحيح يعني، بس مش لدرجه الكباب يعني، لان كده هنجور على فلوس المحراب. بتقول ايه يا راجل؟ انا اللي عازمك وعلى كباب. سعاده البيه، انا نفسي اعمل حاجه. ايه؟ اعيط يا راجل. ولا اعيط. اتفضل اتفضل يا راجل. بتاعتك وحياة سيد ابراهيم انت اجدع من العمده بتاع بلدنا. ربنا يكرمك يا شيخ. كل يا راجل كل، ده انت ابن حلال مصفي. قوم اغسل ايديك. اغسل ايديا؟ اغسل ايديا من نعمه؟ ده كباب يا خال. ان شاء الله يكون الاكل عجبك يا رجب يا حبيبي. عجبني، ده انا عمري الحسب من لحظه اكله الكباب دي. ظريف يا رجب ظريف. طب تكمل جميلك بقى وتخلينا حلي بحلاوه طحينيه. انت بتتكلم ازاي؟ عليا النعمه انا اكلك بسبوسه. بسبوسه؟ اه يا عم سيبنا عيط يا عم. احنا رايحين على فين دلوقتي؟ رايحين على فين ده ايه؟ انت مش كلت وحليت وانبسطت؟ اشكر فضلك. الى العمل بقى. يعني مش واخد بالي. انت يا ابني مش جاي تشتري محراب؟ اه صحيح، اصل الواحد نسي من كتر الهنا اللي هو فيه. احنا دلوقتي نروح لشركه المحاريت ننقي اللي يعجبك ونتفق علشان بكره يحملوه على البلد، وانت كمان تروح تشوف شغلك. يا سلام، ده انت سخن يا بيه، ده انت نار يا بيه، ده انت جهنم. بتاع المحاريت اهو. هو ده يا بيه، هو ده. اسكت انت، بلاش عبط. طلبات السياده. المحرات ده ما فيهوش سكس بيس. ايه سكس بيس؟ والسكس بيس ده يطلع ايه؟ بتشتغل في محل محاريت وما تعرفش سكس بيس؟ اجري انده المدير. انا يا فندم المدير. برافو ونعم الناس. بس حضرتك عندك حق، اللي هناك ده بقى فيه سكس بيس. ليه؟ طب 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 ما فيهوش سكس بانس؟ سكس بانس؟ اه والله بقى هي دي البضاعة اللي عندنا. يلا بينا يا رجب، ده محل سكة. يلا. اللهم صل على النبي. ايه يا بلبل دي، ده انت بتعرف الكفت. عيب يا جدع، ده احنا بلديات. الحمد لله. ايه يا استاذ اسمه؟ انا عارف، بس بتودوا السكس بيس ده فين؟ عنده وعد اجلال. يعني ما تروح تربط معايا. اشرب. اشرب ايه؟ خمره؟ استغفر الله العظيم. خمره حرام والستات لا. اشرب، ده قليل منه يصلح المعده. لا يا شيخ. امال؟ يلا، انا حتى معدتي بايظه. اعمل زي ما انا هعمل بالظبط. في صحتك يا ست اجلال. زي ما قال كده يا ست اجلال. اصل الواحد معدته بايظه جدا. على مهلك يا ابني، على مهلك. واحده 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 واحده. ايه يابا، خليك مع الله، ده نشرب المحيط. عن اذنك هروح. اقعد اقعد انت، انا هربط لك الجو معاها. مساء الخير يا جميل يا قمر. اهلا. يرضيك الوسك بتاعنا يبقى مغشوش؟ مين قال كده؟ البيها ابو تلفيع اللي هناك ده ما يعرفش الوسك من زيت الذره. اساليه اذا ما كنتيش مصدقاني. قال يا غالي ايه وايه؟ زي ما قال لك كده بالمظبوط. طب انا هعزمكم على 2 كربازيه. مقبوله منك يا جميل، يترد لك في الافراح والليالي الملاح. يا فل انت فل. 2 كربازيه على حساب. ربنا يخليك يا ست الكل يا اميره. اصل احنا لازم نكرم ضيوفنا قوي. ما هو دي كان العشم برضه. مبسوط يا عم؟ الزار عليه وقعت في دباديبي. بيني وبينك شوف يا بلبل، صنف الحريم ده يبيع هدومه قدام راجل مفتح زي حالاتي. يا بختك يا عم. ايه ده انت هتقر من دلوقتي؟ عن اذنك بقى. على فين؟ لا تليفون صغير كده للبيه صاحب السرايه. ما انت فاكر اهو. عن اذنك يا بلدياتي. بقول لك شهامه ورجوليه. زي ما قال يا سي جلال. هو بيعمل كده ليه؟ باين عليه سكر. حلاوتك. أنا بتاع كلاته. الو. ايوه يا صبحي، انا بلبل. تعالى لي يا وام. في الكباري بتاع امبارح، مستنيك. ها ازاي الحال؟ معدن، خلاص طويتها وحطيتها تحت باطي، ويمكن تطلب ايدي منك. بقول لك ايه يا رجب يا اخويا؟ قول يا وش السعد. خلي بالك من فلوسك. ليه؟ في حراميه هنا؟ لا لا لا، حراميه ايه؟ مش قصدي على الحراميه اللي هنا. ده كلام كبير قوي وانا مش فاهمه. طب فوق كده بقى واسمع اللي هقوله لك. انا لا سامع ولا شايف غير السنيوره اللي قدامي دي. بعد شويه هتخرج معاها من بقك لباب السما، وهتروح شقتها. يا عيني على الصبر. وانا هقعد في الصاله. سيبنا عيا. بس انا عايز اقول لك حاجه يا رجب. فلوسك، حرص على فلوسك. اوعى اي حاجه تانية تنسيك المهمه اللي انت جاي علشانها. يا سلام، صحيح. عمر الدم ما يبقى ميت. دم ايه وميت ايه يا رجب؟ على العموم انا نبهتك يا ابني وبقيت بريء من ذنبك. وانا هلخي بنفسي ليه؟ هتعمل ايه؟ خد شيل البلوه اللي انا شايلها دي. يا رجب يا رجب، حرام عليك، دي مسؤوليه يا ابني. وانت قد المسؤوليه دي يا بلبل. يا ابني ما تبقاش طيب للدرجه دي، ومش اي واحد تسلم له. ده هو انت اي واحد؟ ده انت ابن بلدي واكتر واحد يخاف عليا. معلش بلاش، خلي الفلوس دي معاك. اخليها ازاي؟ انا هقول لك. مش يمكن الست جلال دي تطمع فيهم وارجع اقول تاني يا ريت اللي جرى مكان؟ ما هو ده اللي انا بكلمك علشانه. لازم تكون صاحي لهم، فتح لهم عينيك. صح الايه ولا الايه يا عمنا؟ خد الفلوس. ما بلاش والمنكر ده اللي انت واخدهم يا ابني. بلاش ولا دم يسيل ميه زي الميه دي اللي انت شايلهم معاك. ها؟ طب انت هتعمل ايه؟ لا لا لا، مش قدام الخلق. مش يجوز في واحد نشالنا قرنا يضيعني ويضيعك. بينا على تورته الميه. قوم يا شيخ، وانت راسك ناشفه كده. بس انا قدرت ادبسك. هنعمل ايه يا رجل؟ ياللي صاحبت الشيطان وانت مقابل، سلحت منه انا واهلك حرصوك مني. في لحظه مش هتلاقيه وهتاخد ايه مني. ايه الحلاوه دي؟ الفرع لو مال اهو مال، وهتاخد ايه منه. ايه الحبايب عارفينا يا زمان، نسيوا عشرتنا القديمة واللي كان. ايه الحبايب قعبوا فينا يا زمان. انت كنت شايل الجنازير دي كلها على قلبك ازاي؟ ربنا يكفيك شر ولاد الحرام يا عم بلبل. يا رب. خد يا عم. ما بلاش. خد يا بلبل، شيل عني الهم التقيل ده. حرام عليك يا رجب تبلين البلوة التقيلة دي. معلش بقى، نشيل الحمل كله مع بعض. سبلبل. نعم. أنا طلعت أفتك منك. مساء الخير. مساء الخير يا ست الكل يا سكرة. تعالي اقعدي. يا سلام يا حلوة. ايه حكاية البقف دي؟ ماله؟ ده احسن ياكل مننا الولية. ما تقولش كده يا راجل، ده لما يجي لها مليون راجل ما تفرطش فيك. ايوه انا حاسس بكده برضه. جزازتين بيرة ساقعة يا جدع. بيرة؟ ده بيطلب بيرة. ده حمار حمرية. عيب يا رجب ما تكسفوش. ده بان عليه لسه جاي من الصعيد جديد. يا انت يا فندي، انت وحياة والدك، وحياة والدك يعني. الست جلال قدم لها احسن واغلى مشروب عندك، تحيه منني. اهدى يا رجب مش كده. اسكت خلينا فلفله. طب بقول لك ايه، انا رايح اتكلم في التليفون. ايه حكايه التليفون الكتير دي؟ اصل صاحبي السرايا إيه؟ لو انا ما كلمتهوش لا هو هيعرف ينام ولا انا هعرف انام. يا سلام، ادي الصحوبيه ولا بلاش. قال من حق. نعم. امه متجوزه؟ ايه هو ده؟ عن اذنك ادعي لي والنبي يا راجل. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. ده انت شهم راجل في الرجال نادر مثالك. يا جلال انت يا جلجل يا اللي يوكل. الواحد معدته بايظه. غيره ما كفايه كده بقى يا اخير. يا روحي خايفه عليا؟ ما تخافيش، ده انا اشرب المحيط وارجع الراجل اللي جارك دي عطشان. بس خلاص تشطيب تشطيب تشطيب. هو مش برضه حداكوا في البيت فيه مشروب؟ بيت سيجاره. شوف انا مش هكسفك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان تبقى تروح بلدكم تقول لهم سيدة بخدمني دخان. إلهي وانت جاهي يا شيخ، ربنا يجبر بخاطرك. حساب حساب. هو انت استكفيت وخلاص؟ خلاص تشطيب امرك، بس لما يجي سيبولكم. ايه النظام؟ نظام ايه؟ انت مستحيه مني ولا ايه؟ عبد الله. نعم. تعالى شوف الحساب علشان نقفل. الحساب لو سمحت. الحساب؟ ايوه ما انا ما بس هو بلبل بيهرح فين؟ بلبل مين؟ صاحب اللي كان قاعد معايا، راح يتكلم في التليفون وزمانه جاي. يا خليل. افندم يا مدام. اهلا يا خليل. هو في حد في الكابينه بيتكلم؟ ابدا يا مدام. طب قول للاخ. من عينيا. ياقوت. يا ثروت. عم شافي. اهلا وسهلا، منورين. شوف الرجاله يشربوا ايه؟ الحساب. الحساب يوم الحساب. انتوا ما تضحكوش ليه؟ هتدفع الحساب ولا خليهم يشوفوا شغلهم؟ الله، انت بتحب الفلوس قوي كده ليه؟ دي معرفه الرجاله ما تتقلش بمال. على العموم سيبولبل بيتكلم في التليفون وهيجي يدفع لكم اللي انتوا عايزينه. الاخ اللي كان معاك خرج من بدري. الاخ اللي كان معايا خرج من بدري؟ خرج من بدري؟ خرج في خرج يعني ايه يا سي خليل؟ وانا شرفني. شرفك؟ شرفك ازاي؟ هو ده يبقى برضه ده لو كان خرج روحي هتخرج معاه. يا اخ ما تعطلناش، ادفع الحساب وخلصنا. حساب؟ هي الحكايه حكايه حساب؟ حساب ايه؟ امال حكايه ايه يا فالح؟ ده لهف مني تمن المحران الوفات. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليه؟ الله يعوض عليا؟ ما الله يعوض على هو بلبل ده بلبل مش نصاب. بلبل ده صاحبي، ده حبيبي، ده من البلد بتاعتي، وجاب لي لحمه كباب واكلني. وبعدين ده لابس افندي، يبقى حرامي، واكلني بسبوسه، وجاب لي، حط لي لحمه بالحلاوه الطحينيه، ولابس افندي. بلبل دي مش نصاب. انا بلبل دي نصاب؟ يا حول الله، الراجل بيهاتي. معلش بقى، اهدى. اهدي؟ ماني هذا هو. أنا هادي، هو أنا قلت حاجة؟ هو إيه العبارة؟ الفلوس راحت فين؟ هو مين سرق مين؟ هو خدهم منك إزاي؟ ده ما كانش عايز ياخدهم، ده أنا كنت بتحايل عليه علشان ياخدهم، كنت ببوس إيده علشان يسرقني. يا أبوي، أما أنت أحمد حمورية. المهم، أنت معاك الحساب ولا لأ؟ حساب؟ حساب إيه؟ حساب إيه؟ بتدوري على 20-30 جنيه؟ أنتم؟ أمال أنا أعمل إيه؟ ده واخد مني قفة فلوس! ده مفيش فايدة منه، انده للبوليس يتصرف معاه. استنى يا أخينا، هو الحساب كام؟ حساب 40 جنيه. خد. ده أنا بقى بيتلملي، ده أنا اتسرقت بحقي وحقيقي. اهدى، ما يوجعش إلا الشاطر. شاطر إيه؟ ده أنا طلعت أخيا بالخايبين، ده أنا اديتهم له بإيدي. نفس اللي حصل لي اول ما اتدليت مصر، بس ربنا بقى رزقني بابن الحلال اللي دفع لي الحساب ومنع عني البهدله. طب انت حمار، انا يتنصب عليا ازاي؟ ده لسه مش مصدق. لكن هو ما كلمكيش حاجه بخصوصي؟ قال لي انك بتشتكي من الويسكي. ويسكي لكن ما جابلكيش سيره حاجه تانيه؟ زي ايه؟ زي علشان يعني بعد ما تخلصيني زي ايه بقى؟ ما خلاص ما تقول. انا لا هقول ولا حزين، ده انا طلعت حمار حموريه. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش هسيبه، هلف عليه مصر شارع شارع، حاره حاره، زقاق زقاق. يا جدع انت بلاش عبط. انت فاكر مصر صغيره ولا هي عزبه؟ وأنا ورايا إيه؟ ماني خلاص بقيت صايع. أنا من رأيي ما تضيعش وقت، بلغ البوليس وهم يجيبوا لك من تحت الأرض. لو بلغ صفته هتطلع في الجرانين، وأهل البلد يشوفوها، واللي ما يشتري يتفرج، غير بقى الحكومة هترحل على البلد. لا، أنا مش عايز حد يضرب الأهل البلد لحد ما أجيب لهم حقهم عن داير مليل. طب مش عايز أي خدمة تاني؟ تشكر، يترد لك في مصيبه يا عمده. طيب، سلام عليكم. عليكم السلام. لكن هو ما جابلكيش اي سيره بخصوصي؟ سيره ايه بس؟ طيب، هفرجك رجب يطلع مين يا بلبل الكلب. وامانه يا اخوانا، امانه عليكم، امانه، ما حد يجيب سيره للجرانين ولا للحكومه، احسن لو عرفهم هيرحلوني وما اعرفش اخد حقي منه بالمليم. السلام عليكم. سيبوني ادور عليه في هدوء. لكن هو ما جابلكيش سيره اي حاجه بخصوصي؟ السلام عليكم. مين عليك كلام؟ باص سلطة. باص، انا شفت معاك ايه؟ 3-9. لا، خليهم الدور الجاي. 4 الصول ده كام؟ يا لطيف، انا الفلوس يا استاذ. على اذنك ثانية واحدة يا صاحبي. ماشي دوري. فرع عم سيد. ما تفتحوا لنا يا عم. الآن صبحي. خش يا راجل. ايه اللي انت عامل في نفسك ده؟ كنت في حفله تنكريه. لا فرقولي عن اذنكم. ايه يا صبحي؟ عملت ايه؟ كله تمام. والمطلوب؟ الحساب 100 ورقه غير اتعابي يا حرامي. العل مباضة معلمة. مين عليك كلام؟ ما تقلبوها مالك وكتابة وانا العب معاكم. اهلا. ازيك؟ وحشاني موت. انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. ايدك على 100 جنيه. ايه؟ سمعتيني كويس. والفلوس اللي خدتها من الراجل خسرتها، بس ده كان مبلغ كبير قوي. عارف. يلا ما تضيعش وقت، يلا عشان نعوض. بلبل يا حبيبي، ما دام حظك وحش بلاش تروح، تعالى استريح. يا ست ما تضيعيش وقت، هات الفلوس خلصينا. لا مش هديلك وبطل الحركات بتاعتك دي. انت مش هتبطل الاستوانه بتاعتك دي، وانت مش هتبطل النصب بتاعك ده. مش هبطل خالص. ايه بقى بعد كده؟ يا دي الحظ من عيني، حتى الراجل اللي بحبه يطلع قمرتي. عيب يا حبيبي عيب. تعالى استريح، تعالى يا بلبل عشان خاطري. يعني مش هتجيب ال100 جنيه؟ لا مش هجيب عشان تبطل. طيب يا جلال خليك عارفاها، ان وريتك وشي تاني يا جلال. طيب يا بلبل. نبيل. ايه هتجيبي؟ لا مش عايز. ايه الحظ المنيل ده يا رب. أنا انشراح. أنت خايف من إيه؟ إحنا فين؟ بص وأنت تعرف. جهنم دي؟ ده المستوقد اللي بنسوي فيه الفول. بتاكلوا كل المدمس ده؟ ولا بندوقه، ده للموعودين يا عم. المدمس للموعودين؟ أمال أنتوا بتاكلوا إيه؟ برسيم؟ فضها سيرة. إيه حكايتك؟ اتنصب عليا وبقيت يا مولايا كما خلقتني. يا مسكين، وهتعمل ايه؟ مش عارف. انا تعبان قوي، نفسي انام. تنام؟ طب ما تنام. فين؟ هنا في المكان اللي انت فيه ده. مين يا انشراح؟ ضيف غريب يابا. اهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. تشكر يا حاج. قمت ليه يابا؟ ده انت عيان. الآن مش عارف هتعملي ايه في الفول بتاع الناس. اطمن، هروح اودي قدري وارجع اودي قدرك. تنزلي البلد 2 مرات؟ صعب عليك يا بنتي. لقمة العيش يابا ومحدش بياكلها بالساهل. معلش، بكرة تقوم بالسلامة. خش انت استريح. براو عليكي، وحياة سيد ابراهيم الدسوقي انت اجدع من رجاله كتير. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اشتغل لحد ما الم تمن المحران. ما هو اللي اتسرق مني 8 وابور الحرب. كتير؟ ألوفات. ده انت هتشتغل العمر كله مش هتلم 50000 واحد. الا بقى اذا اشتغلت شغل براني. اشتغل شغل براني؟ اخص على كده. زعلت ليه؟ هو الشغل البراني ده حاجه وحشه لا سمح الله؟ ما كنتش تعرف؟ ابدا. يبقى سماح. تعرفي تقري؟ خفيف خفيف. 109 شارع النهر بالزمالك. تعرف صاحبة الشقة دي؟ واحد بلدياتي يعرفه، هفكرها بيه، يمكن تشوف لي شغلاني. يروحوا له منين المكان اللي مكتوب في الورقة دي؟ الزمالك يا سيدي، لما انت بعد كوبري ابو العلا. وكوبري ابو العلا ده يبقى فين؟ قبل كوبري الزمالك. هو انا عرفت كوبري ابو العلا لما هعرف كوبري الزمالك؟ عند كوبري 6 أكتوبر. هي البلد بقت كلها كباري ولا ايه؟ طب اسمع، الصبح تاخد الاتوبيس وتنزل في العتبة، وهناك تسأل هيدلوك على الاتوبيس اللي رايح الزمالك. صباح رباح بقى انشراح، انا عايز انام. نام. معرفش حد بالاسم ده، لكن هو بعتك ليه؟ معرفش، هو بعتني وهو الخير كتير اهو. فهم. خديه اعتدال ولبسيه هدوم سعيد. عينيا ورايا. قبلتي، مش كنت تتأكدي منه الأول؟ ما تخافيش يا بنت، ده باين عليه مداول قوي. امسك. ايه دي؟ اعمل بيها ايه؟ روح دلك رجلين الست شوشو. انت جننتي اعتدال؟ اعمل اللي بقول لك عليه. ده انا راجل كنت محترم. باين عليك مش هتعمر. على ايه؟ هاتي. بقول لك ايه؟ ها؟ ما تعرفيش هم هيدوني كام؟ هتكون مبسوط. روح شوف شغلك. بس دي شغل الستات. ده انا راجل كنت محترم. ما انت عارفه اهو. الله يخرب بيت ابوك يا بلبل. يو ما تقرب يا ليت القرش. استنى رايح فين؟ اقعد ادعك لك جاي. يا اختي ما تدعى. قولي لي يا ست شوشو. نعم. لزوم ايه اللكاكيع اللي انت بتحطها في دماغك دي؟ مش شغلك، انت هتشوف شغلك وبس. انت هتضربي حد بالروسيه ولا حاجه؟ دمك خفيف يا مهبل. اروح اشوف مين في الباب. مالكش دعوه، انت شوف شغلك وبس. وزينه شوفي مين اللي على الباب يا بنت. ايوه بتسرب على ايه؟ اهلا يا معلم. اهلا بيك معلم عبد الستار يا ابنتي. ازيك يا حلو؟ اهلا. عنك يا معلم. تشكرك يا ابو سينا. اهلا يا معلم عبد الستار، تعالى يا روح. اهلا بيك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا حبيبي، اهلا اتفضل. خد ياض. ايه ده؟ امال فين اعتدال؟ موجوده يا اخويا بس في المطبخ. اتفضل استريح يا روحي. لا انا مش هستريح على مصالح كوثر. كوثر؟ ليه؟ وانتوا زعلانين ولا ايه؟ اصلها واخده على خاطرها مني من ليله امبارح. لكن عليا النعمه من نعمه ربي، انا النهارده لسه. اسم الله. اهي موجوده يا اخويا نايمه في اوضتها، اتفضل خش لها. تشكرك. يبقى قول دستور وانت داخل. ولد. في حريم نايم جوه، يمكن في واحده مش متغطيه ولا حاجه. اخرس خالص، يلا خش المطبخ شوف شغلك. اوه وجع. الله، انت بتعمل ايه؟ هتنام قبل ما تتعشى؟ عايزين تعشوني؟ عشوني. خد، انا راح اشتري فساتين وحاجات، اوعى تنام قبل ما اجي. روحي. ليكم مطرحكم. اتفضلوا تعشوا. راح ياخد مكانه. ان شاء الله ما تعشيتوا. جنب الحيط. وحياتك يا حاج الظابط احنا كنا بنتسلى حتى سالهم. ايوه مظبوط، ايوه مظبوط. تاني بس ايه الزيطه دي؟ انتوا عاملين هوسه ليه؟ انا هو النهارده في هوسه ليه كده؟ تاني عملتها يا كلب. ايه ده؟ عملت ايه؟ انتوا بتلعبوا عسكر وحراميه. تاني يا حاج الظابط بس عايز اتكلم. يا اخويا حاسب عليا يا اختي. رايحين فين؟ يلا يلا وكلكم هتمشوا وانا عارف لوحدي. تاني ما انا هاجي معاكم. هو انا عارف لوحدي. تاني انما حضرتك اسمك ايه؟ نحن رمضان الفقي ووكيل نيابه قصر النيل. هو حضرتك اسمك رمضان؟ ايوه. وانا اسمي رجب. شوف محاسن الصدف وربنا سبحانه وتعالى لما يجمع الاحباب. بس يا راجل امرنا بالاتي: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن محجوزا على ذمه قضايا اخرى بضمان بطاقته الشخصيه. هتمسكوني ليه تاني بقى؟ مش سعاده البيه قال تسيبوني؟ ايوه هيسيبوك، بس بعد ما تروح القسم وكملوا بقيه الاجراءات هناك. ما تطلعوا ست شوشه دي وحدانيه. شوشو؟ امشي يا راجل الجاره بره، خد العسكري. حاضر منك. سلامتك يابا. ادعك لك رجلك؟ لا يا بنتي ما توسخيش ايدي، ده انت هتاكلي. اهلا يا ابني. رجب. ازيك يا رجب؟ الحمد لله. كنت فين؟ انا اتبهدلت خالص في البلد دي. ما لقيتوش؟ لا لسه، بس لازم حلقيه. اي عنك يابا. ضهري بينقح عليا. اقعد يا رجب، اقعد. كل أنا نفسي أعرف المكان اللي بتودوا فيه القدر. ليه؟ كنت أوصل القدر بتاعت أبوك. هو أنا يعني كنت بعرف؟ أمال مين اللي يعرف يا أبا الحاج؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد الحمار. أبويا يركب مع القدر ومسعد يروح ماشي، أول ما يقف أبويا ينزل ينزل القدر المليانة ويحمل مكانها القدر الفاضي، والحمار يروح ماشي. يعني الحمار هو اللي بيمشي ابوكي؟ وبيمشينا انا كمان. حمير مفتحي، حمير واعي، حمير ولاد بندر، انما الحمير اللي عندنا حمير. انا كمان هخليه يمشيني. مالك؟ انت عيانه؟ بس هنتعبك كده يا سي رجب. نرد حبه صغيره كده من جمايلكم. تعيش يا سي رجب. طول عمرك مسخه يا ابن سليكي. ايوه دي انا بلاش كلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا ابو عمرو. اهلا وسهلا يا ابو الحاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقول ايه يا حضره العمر؟ الفار ابتدى يلعب. ما تخافش يا ابو الحاج، اطمن يا ابو الحاج، اطمنوا يا رجاله. رجب ده واعي قوي 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 وطقرم قوي قوي. رجب ده يا رجاله مفتح ومتكتك قوي، وزمانه جاي دلوقتي ومعاه بدل المحرات 4 ولا 4 ولا 5. انت مش فاهم حاجه خالص. طب ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ اقعد يالا انت اهو. حاضر يا ابو العمده. اتاخر عشان بيدور وينقي ويفاصل، هي حاجه بتسهل. طمنت قلبي، الله يطمن قلبك. لكن انا قلبي بقى مش مطمن. بقول ايه يا ابو العمده؟ بقول ايه يا ابو الحاج؟ بقول ايه يا رجاله؟ انا عندي فكره كويسه. اخطف انا رجلي دلوقتي لغايه مصر، اروح اطمن على رجب واجيبهم حاجه. ايه رايكم؟ انا احسن واحد طلع في المأموريه دي. يا اخي تلهي. بقول يا ابو العمده. عايز تقول ايه يا غباش؟ بدل ما تضرب من بره، انا شاركت اخو جماعتي وعمتي وبيت ابو اللاسي فهمي واهاب، وهنزل مصر اشتري محرات. والمحرات اللي هيجيبه راجل. ايه والله كتر المحرات ما تخسرش، والارض اهي محتاجه. يلا اللي تشوفه. ولا يا غباش. عايز ايه يا ابن استاذ؟ امانه عليك، تدور على رجب وتجيبه معاك، اصلا انشغلت عليه خالص. تعالى معايا. امسكك ولا تجري؟ لا امسك صاحبي. انت مودين على فين؟ هنقعد قعدة اكل وعمل. ايه اكل وعمل دي؟ ما هو الناس المحترمين اللي زيه وزيك لما يعوزوا يتكلموا ياكلوا ويتكلموا. يعني هتعمل ايه؟ انت منين يالا؟ انا من شمبارة الميمون. كلت ولا لسه؟ انا من ساعة ما عرفتك وانا حاصل لي امتعاص. امتعاص؟ طب يلا ادخل. اقعد. لا يا حبيبي خش انت جوه عجول، لا تسهلي وتجري. اجري؟ اجري ده ايه يا رجب يا حبيبي؟ ايه وانت في الزباله لقيت ابن الحلال اللي يدفع لي الحساب، انما هنا مين عاد؟ يا تاخد ايه يا رجب بيه؟ اخد عمرك، اخد فلوس؟ حتى واحد فول واحد طعميه للبيت، انا مش حاجة. ايه مش هتاكل فول وطعميه؟ ده لقيت دبيبها كباب وفراخ. كباب وفراخ ايه بس يا رجب يا حبيبي؟ ايه انك نازل فرتكه يمين وشمال، هي كانت فلوس ابوك. اهدى 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 بس وتفهم هدوء والعقل. ايه وانت غلبت فيا عقل؟ ربنا يهدك، ربنا ياخدك يا شيخ. ده انا غلبان وفلوس غلابه. كل اكل انا نفسي مسدوده، سدت نفسي عن الاكل. ده انت واقع من الفلوس يا بلبل. انت مالك اعصابك؟ يعني ايه؟ الفلوس اتسرقت كلها. نهار ابوك اسود. يعني لو ما كانش اتسرقت كان ايه اللي نزلني الشغل النهارده؟ ده انا هاخد زمارتك وامشيك من غير زمارة. كلام زياده، هسيبك وامشي واخبط دماغك في الحيط. هقتلك واشرب من دمك. هتتسجن وهتبقى فضحتك بجلاجل. هبلغ عنك. مش هتستفاد حاجه لان الفلوس خلاص، وانا هتسجن وانت برضه هتبقى فضحتك بجلاجل. طب قول لي ايه اللي اعمله فيك وتبقى فضحت من غير جلاجل؟ هو ملهاش حل. ملهاش حل ازاي بقى؟ ها؟ انت بتقرا الجمال ومش مستعنيني؟ السياسه هزقتك قوي؟ يا ابني ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ كل يومين ندبر لك فلوسك تشتري المحلات وتسافر بلدك وخلاص تحل عننا. انت بتنيمني يا ابن ام بلبل؟ اقسم لك بشرفي. شرفك اكتب؟ هو انت ليك شرف؟ وبعدين يا رجب انا استحملتك كتير، ما تخلينيش اتنرفز. طيب يا سيدي ما تتنرفزش انت، انا اتنرفز انا. طيب والكام يوم دول يطلعوا كام يوم؟ ايه؟ يعني الكام يوم اللي يعني قد ايه يطلع كام؟ بتقول ايه؟ الكام يوم اللي انت بتقول عليهم دول يبقوا كام في الايام؟ يوم، شهر، سنه. سنه؟ سنه مفتري؟ والله يمكن دلوقتي حالا. دعواتك معانا. ايوه دلوقتي حالا تلاقي واحد ابن حلال زي حالاتي تنصب عليه. قررنا فيها بقى، انت مش ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ ايوه خلاص اتفقنا. طيب وانا هفضل صايع الكام يوم دول الباقيين دول؟ لا ادور لك على وظيفه تشتغلها، سيبنا افكر. بقول لك ايه يا رجب؟ وفتي يا اخويا افتي. انت نفسك اتسدت ولا لسه؟ اتسدت ازاي بقى؟ ما انا باكل اهو. لا مش قصدي على الاكل، الحريم. هو في الحقيقه يعني ان النفر مننا لما بيبقى فاضي بيبقى عايز يعمل ايات وحاجه. طب قوم بينا فهمني الاول ايه العباره. هعيشك اليومين دول في هنا لحد ما اجهز لك فلوسك. شوف اما اقول لك، انا مش مصدقك لكن مرغم اصدقك، لاني لو ما صدقتكش مش هتفرق حاجه، ولو صدقتك برضه مش هتفرق حاجه. اكبر كذاب في الدنيا. جرسون الحساب ده انت عليك حبه فزلكه. انت مش بتمعر وتقول ان صاحب السرايا اللي احنا كنا جواها دي يبقى صاحبك؟ دي حقيقه يا رجب مش معر. طب لما هي حقيقه ما تروح تستلف لي مني المبلغ وتخلصني يا ابني. انا ما بدخلش المسائل الماليه بيني وبين اصدقائي. شوف ازاي ده انت عليك فزلكه. ايه هي دي؟ اسمع، انا هخش اوضب القعده ولما تستقر القعده هشاور لك. تلاقي لا في قعده جوه ولا حاجه، لكن اعمل ايه مرغم اصدقك. انت هترغي ولا تسيبني ادخل؟ ادخل، بس تلاقي فيه باب تاني من الناحيه التانيه يودي على جهه تانيه وتروح انت هربان من الناحيه التانيه، لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيله. ادخل ادخل، دخلت جهنم في بقوني. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش انتوا اللي عاملين الاعلان ده؟ بالظبط. هو انت اللي لا 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 لا، ده هو اللي فكرك ينفع ده؟ طبعا يا فندم، دي شغلته. نشوف لما تجربها هتشكريني. طبعا اذنك، لحظه واحده. اتفضلي. ها ايه رايك؟ مش بطالي. يلا بقى ورينا همتك. استنى هنا. هو معاه بطاقه؟ اوراقه مستوفيه يا هانم، والا ما كنتش ادخله مكتبي. هو انت عندك مكتب؟ طبعا، في باب الحديد. اسالي على بلبل عبد الدايم. الف من دلك. اتفضل. شكرا يا رجب. عقبالنا لما نقبض زيك يا سيدي. يلا كده الجدعن كده وتبيض وشنا. دعواتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت تجهز بالفلوس وتجينا على طول. طبعا يا رجب طبعا. مصدقك. لا خش الست مستنياك. امشي. اتفضل. ايوه. أنا ما أحبش الحركات. هي مش حركة، إنما هي تحلية بضاعة. ها هتبسطها؟ هي مين دي؟ نانا. هي ناني ولا؟ قلت لك نانا. ناني. أرجوك أنا عايزك تبسطها وتريحها وتنفذ لها كل طلباتها. شوفي يا هانم، أنا هخليها تقول لك هو ده اللي هو. هنشوف. نانا ننوسة. يا ننوسة. ننوسة حبيبتي يا قلبي. نانا. ايه دي نانا. يا بلبل الكلب. بقول لك اسمها نانا. هي دي هي نانا. بسم الله ما شاء الله. ايه انت مالك خايف كده ليه؟ لا اصل الزمزميل المزمزيل جرم قوي. ايه ده؟ انت جاي تفسحها ولا جاي تقر؟ فسحي والله وبقيت مفسحاتك. لا يا رجب يا ابن عبد البر، لكن مين عارف، يمكن بعد ما فسح الكلبه السنارة تغمز وافسح سته. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب عبار، من شباكة الميموني مش على الخريطة. على العموم الجنينة قريبها، خدها فسحها مشيها وخليها تقضي حاجتها وهاتها على طول. حلوة تقضي حاجتها دي. يلا خد يا رجب بس ما تتأخرش. هي بتعض يا استهانم؟ لا ابدا انت طيبة خالص. قلت لي حضرتك اسمها ايه؟ نانا. ناني؟ اه عاشت الاسامي. تعرف ان دمك خفيف. انت لسه شفت حاجة؟ شيء والكلب أنفر حملي فلا أبيك. زمان واخد الكلب وسارح بيه. أنت إيه؟ معقول ضميت على الفريق؟ أنا برضه؟ حرام عليك، الواد غلبان. ومن إمتى الحنية دي كلها؟ من زمان، بس أنت مش واخد بالك. على العموم الحال من بعض استقلال. أنت بتدعي في السكرانين وأنا بدع في الخيبانين. يعني أنا كنت لقيت لقمة شريفة ورفضتها، ولا لقيت حد يسددني وقلت له لا؟ الله الله، ده كان مستخبي فين ده كله؟ انت اللي مش حاسس بيا. والرقص والهشك بشك. اسمتي يا نسيبي اتجوزني، وان لقيتني رقصت تاني بقت بهدل. والفلوس والمكسب طز رجلاه. انا بتكلم بجد يا بلبل، يعني انا مبسوطه. ده انا بموت في الليله 100 مره، إن كان من الزباين ولا من صاحبة المحل ولا منك. قلت إيه؟ في إيه؟ في الجواز. حرام أظلمك معايا، الأمرت مالوش في الجواز، وده مسؤولية وأنا بخاف من المسؤولية. يبقى ما بتحبنيش؟ أبدا يا روحي، بس اسأل مجرب ولا تسأل اسمه إيه؟ يا خسارة. خسارة إيه؟ أنت هتقلبيها نكد ليه؟ هنقلبها نكد ولا ايه؟ تعالى 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 يا بابا تعالى. ايه ده؟ الهلالي عمل دقة نقص. هو كان هناك؟ ايوه ده من حظ الاخضر. انا 100 مرة قلت لك مالكيش دعوة بالهلالي. معلش يا ست هانم، عيلة وغلطت، بس انا منبهة عليها. اهو هنعمل ايه؟ ايه يعني نانا دي بنت امتى؟ طب روح انت اغسل وشك. لا مش الحمام ده، الترسو. الترسو الترسو؟ ايوه. هو فين؟ اللي قدامك ده. واقلع هدومك دي والبس هدوم اللي كان قبل منك. اقلع هدومي؟ ايوه. هو ده الترسو؟ امال بريمو يبقى ايه؟ ده بدون عسل ابيض. وده يبقى ايه دي؟ الله انا مالي، تطلع حاجه من بتاعتك. اوه نامي بقى يا ننوسه، انا عندي ميعاد. ها ايه رايك بقى تصبحي على خير؟ يا نمت اسم الله عليها. بتحاول، عندها أرق. عندها قرف؟ قرف ازاي بقى؟ أرق. يعني ايه كحة؟ لا نومها مش منتظم. تلاقي بس دماغها مشغوله بحاجه ولا محتاجه. يا حبيبتي يا ناني، هي الوحيده اللي ماليه عليا البيت. و حضرتك لا مؤاخذه يعني قاعده في البيت ده لوحدك؟ ايوه، انا جوزي مات وعايشه وحيده. حمار يعني، قصدي حد يسيب الحلاوه دي كلها ويموت. وما جربتيش تتأهلي تاني؟ ما لقيتش الراجل اللي يملى فراغ المرحوم. لا فيه، بس انتي ما انتيش واخده بالك. نعم؟ قدامك ومش قدامك، يبقى ايه؟ مش فاهمة. فلاح كان فايد بيغني من جنب السور. فلاح؟ فلاح ايه؟ مساء الخير يا اهل البندر، يا مساء النور. اتفضل روح. اروح اروح فين؟ على بيتكم. بيت مين؟ هو انا ليه يا بيت؟ ده انا مقطوع. طب وانا مالي يا جدع انت؟ اتفضل اطلع بره. طب هقول لك على حاجة، طيب ما نخليها بالحلال. حلال؟ حلال ايه؟ نتجوز. نعم. وانا مقطوع مش هبقى لك حامل تقعد تمحرر فيكي. انت مجنون يا جدع انت؟ انا مجنون بحبك يا جميل يا بتاع البندر، انت يا اللي يوكل. بره بره بره. هقول لك على حاجه، طب نخليها بوس. بره بره. انت اللي خسران يا جميل. بره هطلب لك البوليس. هو كان بكام؟ البون جوه. ايوه يا فندم. اي خدمه؟ وحياه والدك عايز شويه لحمه في الرغيف. اي لحمه ولا لحمه معينه يا فندم؟ لا لحمه من اللي بره دي، اللي عامله زي قمع السكر دي، اللي عليها طماطمايه. قصدك الشاورما يا فندم؟ ايوه اسم الله عليك. ايه واحد يا فندم؟ ايه واحد؟ لا طور. طوره؟ ايوه يعني تورتيه، يعني التوره تورتيه، يعني 8 حاضر 8. حاضر بس وحياة رحمة امك تقول له يتوصى عشان خاطر ده بيقطعها زي ما يكون بيقطع ورق سيجاره. من عينيا يا فندم. اتفضل استريح. اتفضل يا فندم اتفضل. جرسون. نعم يا فندم. الحساب 180 يا فندم. عبده. نعم يا هاني. الحساب عنه. عينيا. عشان ايه؟ اتفضل حسابك وكل بالك. شكرا يا بيه. من فضلك هو حضرتك مستني حد ولا جاش؟ لا عايز. عبده. نعم يا هاني. هات لي العصير. عينيا يا هاني. بسم الله. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا أميري. أنت لطخ أنت لطخ. نعم. هو كام بكام؟ يعني اللي أنا أكلته ده هيقطع كام؟ اقول لحضرتك 153. 153؟ ليلتك مطيره. ليه يا بيه؟ انا ما حلتش غير. طب بتطلب كتير ليه؟ اهدي. وانا مش عرفني يعني ان لقمه العيش ملحويسه لحمه تبقى بريال. طب والعمل دلوقتي؟ انا عارف يا اخويا. ايه يعني العمل؟ يعني الناس الغلابه ما تاكلش لحمه. اللقمه بريال واللقمتين ب 40 قرش. واربع لقم يبقوا كام؟ شوف اما اقول لك، انده للناس بتوعك خليهم يشوفوا شغلهم وانا جاهز. يا عبده. نعم يا استاذ. قول لي حسابك كام؟ 210 يا فندم. انت مش لسه قايل 157 قرش يا ضلالي؟ مش في 10% خدمه؟ اتلطف. خد يا عبده. ميرسي يا ست هاني. أنا شاكر فضلك يا هاني. على إيه؟ دي حاجة بسيطة، بس على الله ما تكونش لسه جعان. وأنت فاكرة يعني إن دول شبعوني؟ ده أنا مسحت بيهم زوري. معلش. إن كنت عايزة تصدقيني راهنيني على 10 وأنا أقوم بيهم. أنا عارفة هراهنك على أكتر من كده، ها؟ وهتكسب الرهان. ما تجيبي لي بيبسي. قوم بينا نشرب البيبسي في حتة تانية، قوم يلا. الفلوس اتلمت خلاص يا ابو العمده، وانا نازل بكره ان شاء الله اشتري البابور. مفيش اخبار عن رجب؟ انت ناسي ان ولد السيده زينب بعد يومين يمكن مستني يحضر المولد ويرجع. اطمن يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا ستي سرقني، لا جبت محراقات ولا جبت فاس حتى. لو تطلع لطيف معايا هجيب لك محراق وهبسطك خالص. قولي انت اسمك ايه؟ محسوبك رجب. رجب؟ لا لا لا، من دلوقتي ورايح انت اسمك ريري. ها؟ ريري. ريري؟ حلوه ريري دي. انت عايشه هنا لوحدك؟ لا، من دلوقتي ورايح هعيش مع ريري. عندك كلب؟ انت يا ريري كلب الوحيد. عن اذنك دقيقه واحده يا ريري. ايوه ريري دي. ريري ريري، بس نجيب المحراق. خش استحمى والبس دول يا حياتي. اخش الحمام اللوكس ولا الترس؟ انت مقامك غير الحمام اللوكس يا حبيبي. والله وفيك الخير يا ألفة. هو الحمام من ايه؟ اهو. هي كل الحمامات مدهونه عسل ابيض؟ ده ايه الحلاوه دي كلتها؟ دي ارض نهدي، ده احنا هنجيب 4 محاريب. علوته كده مش لما اخد نفس الاول؟ نشرب كاس مع بعض. نشرب؟ ما نشربش ليه؟ يا سلام، الحمومه دي فوقت الواحد، خلت دماغه تقيله. ايه ده؟ انت حاطه المنكر في قسطبان. على بطر. على بطر. انا بطري يا جميل. يا قمر انت يا بتاع زمان. ده انت عنتيل. انت لسه شفت حاجه؟ دي شغلانه بسيطه. هو الواحد عينيه تقلت ليه؟ اما اقوم اجيب لك حبايه عشان تصحصح. ده ايه النحس دي؟ ساعه ما تفرج الواحد يحل عليها النوم. خد يا حبيبي الحبايه دي عشان تصهر. ايه دي؟ لميه؟ انا لما اخد حبايه حلوه ما اخدهاش بلميه. ده انت عنتيل. ما افتكرش. قوم بقى. على فين؟ ندخل. تابع يا حلوه. ريري ريري ريري، قوم قوم يا حبيبي فوق لي، قوم قوم. عفريتي عفريتي عفريتي، انت حشوش حشوش عفريتي. احنا حاجتك البحران. مش عاجبك رأسي؟ طول عمرك بتعجبيني يا روحي. كلامك زي السكر. يا ترى ناوي على ايه؟ ولا حاجة. طب أخبارك ايه؟ زفت بعيد عنك. الظاهر الواد رجب ده مصري أصيل، من يوم ما سرقته ولعنة الفراعنة محوطاني من كل ناحية، بخسر كل ليلة. قولي خليك تكسب على طول. ايه؟ هتعملي لي عمل بقى ولا ايه؟ لا ده انا هجيب لك محل احسن من المحل اللي كان عندك في خان الخليل. يوه ما تفكرنيش بقى بالذي مضى. ده انا هفكرك وهفكرك ونص كمان، انما محل ايه يستاهل ايديك. بتتكلمي بجد يا هلال؟ ورايحه ادفع لك فلوسه بكره وامضي لك عقد البيع. انت ستة ما جابتكيش ولاده. والفلوس جاهزه يا عينيا يا حياتي، بس على شرط. تحت امرك. مفيش قمار. لا 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 قمار ايه، ما خلاص. لا لا بس انا مش مصدق. بكره لما تشوف العقد في ايدك هتصدق. مش قصدي على العقد. امال ايه؟ الفلوس اشوفها بعينيا. تشوفها بس. ماشي. قلنا ايه؟ ممنوع اللمس. ايه ده؟ مبلم كده ليه؟ لا المفاجأة لحستني يا روحي. أعدهم؟ أعدهم. ايه ده؟ انت مخوناني ولا ايه؟ مش كده بالظبط. لا انت مخوناني. هخونك ليه؟ دي فلوسك اللي هفتح لك بيهم المحل. طب عدهم. وتعدهم ليه؟ طب ما عدهمش ليه؟ مزاجي كده. لا دي مسألة كرامة يا جلال. ايه ده؟ وايه دخل الكرامة في الفلوس؟ انا راجل عندي كرامة وما اسمحش لاي ست تروح تشتري لي محل وانا واقف زي الطرطول. وانا كمان ما اديلكش الفلوس عشان تروح تفرتكني. هات الفلوس وبلاش فسلكة. اوعى. هات الفلوس. هات الفلوس يا جلال. اوعى. هات الفلوس يا سلام. ايدي اي ايدي. شغلتنا عليك يا سراج. عمري الشقي باقي. من يوم ما وزعت القدر والحمار رجع لوحده انشغلنا عليك. وزعت القدر؟ ايوه. انا ما وزعتش. تلاقي بقى الحمار هو اللي وزعهم. ده حمار ابن جنيه. كنت فين يا سراج؟ بتلطم انشراح. لك عندي حته دين خبر، انما ايه بقى اللي هو خير؟ فيه مكتب سفريات بيسفر العمال بر، وفيه واحد جارنا قدم وهيسافر. طب واني مالي؟ ده سافر زيه. ازاي يعني؟ تعرف مكان المكتب وتقدم وتسافر شهر ولا 2، تلم الفلوس اللي اتسرقت منك وترجع. دول بيدوا هناك فلوس كتير قوي. اروح بس عايزين 60 جنيه مقدم. ما اروحش. اجيبهم منين يا حسره؟ انا حدهم لك يا ابني. لا مؤاخذه ابو شراح، ده انت حالتك تصعب على الكافر. هو انت لقيت اكل؟ صح بس هتصرف ازاي يابا؟ هستغنى عن مسعد. طب وشغلك؟ يبقى مأجر حماري تابو حسنين. عفرم عليك يابا. عم رضوان انت راجل طيب قوي، وانت انشرح بنت حلال. تبيعوا الحمار عشان واحد ما تعرفوش؟ بصراحة احنا حبيناك يا ابني. مش يمكن تسافر وربنا يكرمك وبدل الكارو تجيب لنا تريسيكل؟ يا سلام. على قد ما فيه ناس وحشة فيه ناس حلوة. الحلوين أكتر يا ابني. الظاهر كده. صعب عليا الحمار. البركة فيك. بركة فيه؟ مش قلت هتجيب لنا معاك تريسيكلي لما ترجع من السفر؟ ربي كريم. لكن ده بان عليه كان بيحبك قوي. هو مين؟ الحمار. طب وانت؟ أنا والحمار بنحبك بجد يا رجب. بجد يا انشراح. امال ما بتقولش ليه؟ كاتم في قلبي وخايف ابوحلك. خايف من ايه؟ انا فين وانت فين؟ طمني يا ابني على ابني، ربنا يطمن قلبك. هسافر وقت ايه؟ قول لي والنبي، صحيح هنسافر؟ ان شاء الله كلكم هتسافروا، والبيع هيقول لكم دلوقتي هتسافروا امتى. انا جبت الفلوس معايا ايه وعايز اسافر انا كمان. انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب. رجب ايه؟ رجب عبر. عبر ايه؟ وانت تعرف عمك عبد البر؟ لا، رجب عبد البر من شباكة الميموني، مش على الخريطه. ثانيه واحده اقول لسعاده البيت. كلكم هتسافروا من ان شاء الله؟ ان شاء الله. والله والله كله على الله. هم هيلاحقوا على مين ولا مين؟ يا رب يا رب، عشان المحرقات والتريسيكل. مع السلامه يا مستر ديكسان، مع السلامه. انت ايه اللي دخلك من غير ما اقول لك ادخل؟ ما تخرجش على باب ليه؟ متاسف معلش، عشان في زبون جديد عاوز يسافر. في ايه؟ زبون جديد عاوز يسافر. زبون جديد؟ دخله اسمع، لا انا هخرب له. لحظه واحده. اتفضل قدامي. بص يا سعاده البيت، تعالى هنا. مبروك مبروك يا اصحاب الايادي العامله، مبروك. الباسبورتات بتاعتكم كلها خلصت. ميعادكم الساعه 12 هتسافروا، هتطلعوا فوق السطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طياره هليكوبتر خاصه هتاخدكم على المطار على طول. اتفضلوا يا سعاده البيه. انا جبت الفلوس معايا ونفسي اسافر. ابعد عشان الريحه، ابعد عشان الريحه. انا جبت الفلوس معايا وعايز اسافر معاهم. اسف، مع السلامه، مالكش مكان. وحياه عينيك يا بيه، خد منه الفلوس وسفره. ما تحاوليش، خلاص انتهى. الناس انا عندي مصالح، الناس دي كلها جت قبلكم، عن اذنكم. اتفضلوا. تعالى انت. استناني. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. هو ده بتاعك. مبروك مبروك يا سعاده البيه. انا خدت وقت ليه؟ ما انا هقول لك. عقبال ما بعت الحمار بتاع الجماعي وجينا هنا فخد مننا وقت يعني. خلاص انت اتاخرت، العمليه كومبلي انتهى. كومبل ايه بس يا بيه؟ طب انا جبت الفلوس معايا اهي، وخدهم الله لا يسيئك. وبعدين معاك ده كتير كتير. طب اشيل منهم 30. تشيل ايه؟ تشيل ايه؟ بقول لك كتير اللي بتعمله فيا ده. تقول لي اشيل؟ فوضى. كام دول؟ 60 جنيه ما ينفعوش. اتفضل. والنبي لا انت واخدهم ومسفر. ريحنا، ربنا يريح قلبك. لازم تحلفيني، كل واحد يدخل هنا يحلف لي. شديد استنى عندك. ايه ده؟ الحكومه مسافره يا رخره. ابو دومه رجعنا فلوسه اهي. خد الفلوس. ابوس ايد الحكومه، ابوس ايديك يا بيه. ده انا ما صدقت انه خدهم، ده انا قعدت اتحايل عليه عشان ياخدهم. ده انا بعت الحمار بتاع الجماعه علشان اسافر. سافر ايه يا راجل انت؟ خد فلوسك وامشي. ده نصاب. فلوسي يا نصاب يا حرامي، ده انا بعتها في شميتي، حرام عليك. انا قلت لك ايه؟ ده مستقبلي. ايه مستقبلك؟ فلوسي. ايه بس عايزين ايه؟ سيبوه يا اخوانا، سيبوهولي. ايه بس عايزين ايه؟ هو انا ناقص يا اخويا؟ ايه بس؟ وريحتي مش عاجباك كمان؟ خبريه يا استاذ، مش كده. وماسك لي جوزه فرنجي. هو انا معايا يا اخوانا. الضرب ده عليا انا، الضرب ده عليا انا يا اخواني، مش عليه هو. جيت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح، بس انتوا طلعتوا كروديات. بصراحه يا ابو الحاج الواحد بقى متلخبط، الواحد ما بقاش عارف مين الطيب ومين الردي. عندك حق يا ابني، الدنيا بقت دوكه، ما حد عارف ده من ده، مين الحلو ومين الوحش. شوفي شغلك يا انشراح يا بنتي، تعيش وتاخد غيرها. يلا هنفضل ناخد لحد امتى؟ ايوه لحد ما نتعلم. كان نفسي اروح كتاب وما رحتش ليه؟ طيب يبقى ازاي؟ زي كل اللي بيقروا، اللي زي حالاتي ما يقدرش يروح كتاب، يقوم من النوم الفجر ويروح على الغيط، يهابر مع الارض والبقر لحد ما تغيب الشمس، يترمى على الفرشه لحد ما يطلع النهار، وهو كل يوم من ده لحد الواحد ما ينام النومه الطويله. يا عيني علينا. اهو انت برضه ابوك قدر يعلمك لحد ما فكيت الخط، هم والباقي عليا انا. وانا لو كنت متنور كان بلبل الكلب ده قدر يضحك عليا؟ ياما متنورين وبيضحك عليهم. طب ايه رأيك بقى اني سمعت عن واحد باعوا له القطر ومعاه الابتدائية؟ اللي زي ده بقى تلاقيه في الأصل حمار. سلام عليكم. على فين؟ مش عارف، لكن عايز اروح اي مكان اعيط فيه. تعيط؟ ما تعيط هنا. لا، اصل انا لما احب اعيط من ورا الناس عشان ما حدش يشمت فيا. هو حد يشمت في حد بيعيط؟ مش كل اهل مصر بلبل يا سراج. القصد سلام. سراج اوعى تسافر من غير ما نشوفك. هسافر هبب ايه وبلبل مديني بومبي زي ما بيقولوا اهل البندر. سراجب ايوه انشراح، اوعى تعمل في نفسك حاجه. ما اقدرش لاني ما بقتش ملك نفسي. امال ملك مين؟ ما تجرجرنيش، اني ما اقدرش اقول. يا سلام، ده ايه ده كله؟ ده ايه ده كله؟ سراية مين دي يا بلبل بيه؟ دي سراية اخ حبيب كده زي عبد العال بيه حبيبي. ايه وانا سمعت عنه قبل كده. رجب حبيبي يا رجب. تعالى ما اقول لك، عن اذنك يا عبد العال بيه. اتفضلوا. عايز اقول لك حاجه يا رجب بيه، حاجه هتهبي لك خالص. ماني مهبول خلقي. لطيف. بقول لك ايه؟ قول يا عمل الاسود. اهلا يا عبد العال. اهلا بيك، مرحبا. الزبون اللي معايا ده مسويه على الاخر، مسويه على الاخر، مسويه زي السوى اللي انت سويته لي. خدت بالك؟ اهلا يا عبد العال. اهلا بيك. اتقل كده وما تعملناش فضايح عشان تاخد فلوسك. تعالى اما اعرفكم على بعض. عبد العال بيه حبيبي. اهلا مرحبا ولد العم. رجب بيه عين اعيان الفلاحين. امال ماله هدومه مهلهله كده ليه؟ لا مش بالمظهر. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ امال انت حضرتك تطلع مين بقى؟ انتوا هتقفوا تتكلموا في الشارع؟ اتفضلوا جوه عند صاحبي. اتفضل اتفضل يا عبد العال بيه. اتفضل راجل بيه. يا عيني على العلالي والبهلالي. يا سلام، بيضحك وياك يا اخواتي. ده ما شاء الله. يا سلام سلام. اتفضل. يا سلام يا سلام يا اخواتي. اتفضل يا عبد العال بيه، اتفضل اغسل وشك وانت بنفسك كده. لا اتفضل انت الاول. لا ماني سبقت. سبقتني. يا لهوي، هخش اخويا. ده انت هتشوف يوم. معايا يا رجب بيه. اتفضل يا رجب بيه. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. جرسون، شوف رجب بيه الشربيه. الشربيه يا رجب بيه. عشان اللحمه في الرغيف. ظريف. 2 مظبوط بسرعه. ما قلتليش يا رجب، عملت ايه مع الست بتاعت المعادي؟ ما تفكرنيش لحسن اقوم اطبق في زمره رقبتك. اظهر انك واخد على خاطرك مني قوي يا رجب بيه. عبد العال بيه حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلصت مهمتك مع صاحب السرايا؟ صاحب السرايا؟ والله لسه. ما يلا بينا. على فين؟ تلاقيك ميت من الجوع. يا سلام على نصيحتك ومفهوميتك يا سي بلبل افندي. ده انت هتاكل كمان وبسبوسه وهتعيط. ظريف. قهوه ولا شاي يا عبد العال بيه؟ انا اشرب شاي تجيل زي الحبر. شاي حبر لعبد العال بيه حبيبي. اهلا حبايبي. اهلا اهلا. اهلا اهلا وسهلا. علي ها؟ ده ليا انا. عن اذنك يا رجب بيه يا حبيبي. عن اذنك يا عبد العال بيه يا حبيبي. حبايبي عن اذنكم انتوا الجوز. على السلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابتسام. انت فين؟ موجود يا هنا. امال ما بتسألش ليه؟ اهو بشوية مشغوليات كده. مين اللي معاك دول؟ دول ده رجب وده عبد العال، الوجه البحري والوجه القبلي. و مين فيهم الكويس؟ رجب اللي على اليمين. يا رجب، يا رجب بيه. ايوه تعالى يا رجب بيه، اقعد. رايح فين للكوشه؟ اقعد يا خايف. اظن بقى المره دي لا تقول لي انا مرغم اصدقك ولا مضطر اصدقك ولا الكلام الفارغ الخايب اللي انت بتقوله ده. قول لي عايز ايه وخلصني. ايه رايك؟ يعني 10 على 10 بريفكس. طب بقول ايه؟ انا عايزك تروح معاها عبال ما اخلص على اخينا واجيب لك القرشين وتجيب المحلات وتهوينا. واروح مع الشوكولاته دي؟ اه. ربنا يستر وما يكونش هدر زي عوايده. عيب يا رجب يا حبيبي. ايه دي سنيوره. يلا يا عم. لا المره دي يعني في السليم. طب يا ست متشكرين. عقبالنا يا اخويا. بطل قر يا اخويا. ورايا انت. لا المره دي في البريفكس قوي. مع السلامه يا رجب، شد حيلك. ايه يا عبد العال بيه؟ على فين يا حبيبي؟ ايه الحكايه يا ابو البلافندل؟ ايه؟ راحوا فين الولد دول؟ يا جدع ربك ستار على عبيده. مش كنت انا اولى؟ يا سيدي ما تستعجلش، الجايات اكتر من الريحات. ما قلتليش. نعم يعني. انت جاي مصر تعمل ايه؟ جاي اشتري باجور حرد. عبد العال. نعم حبيبي. هو اللي خليك. اهلا بالناس الحلوه. اهلا. انت اسمك ايه؟ ريري. ريري وبقالك كتير في مصر يا ريري؟ بقالي كام يوم بس، عدوا عليا زي ما يكونوا 200 سنة. يعني ما تعرفش مصر كويس؟ مش عقدي، نعرفها. اه يا شقي. هو انت لسه شفت حاجة من الشقاوة؟ هنشوف. المية بتبدأ بالغطاس. يلا بينا. بعدين ده ايه؟ ما تتقليش قوي كده، انا احسن انام منك. نرجس نرجس، هي فين الخاينه؟ انا لازم اقتلها عينتين من شرفي. نرجس. اقعد يا ريري، ده جوزي. جوزك؟ استأذنني. على فين يا راجل يا طيب؟ لا اصل انا كان عندي مشوار مهم وكنت ناسيه، افتكرت دلوقتي. السلام عليكم. ودي تيجي؟ اوعى تكون زعلت يا ريلي عشان جوزي طب على غفله. ده حتى اللي ريحه خفيف، حد يزعل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما تقعد يا ريري، ريلي صديق قديم يا فوزي. جوزك واقف. اقعد يا ريري. لا معلش، مرة تانية يبقى الواحد عامل حسابه ومستعد يعني. ودي تيجي؟ لا يمكن أبدا. أنت تقعد وتاخد راحتك أوي 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 وكأني مش موجود خالص. كأنك مش موجود؟ آه. ما أنا هفهم حضرتك، أصل أنا كنت طالع عند الخياطة اللي فوقيكم، وبعدين دخلت الشقة دي غلط، فالست هاني راحت كده يعني. السلام عليكم. انا فاهم. ما هم دايما زباين الخياطه اللي فوق بيدخلوا الشقه دي غلط. هو فيه خياطه فوق بصحيح؟ طبعا يا ريري. على خيرة الله. اتفضلوا استريحوا. انت كان لازم تيجي دلوقتي. اسف يا حبيبتي. اسف يا حبيبتي. انت بتأسف ليه؟ من حقها فعلا، كان لازم اعمل تليفون قبل ما اجي. تعمل تليفون؟ ايوه. تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله، انت راجل مطياب. وانت ايه الوليله اللي كنت عاملها دي؟ ايوه لما انت بعروري يعني، كنت داخل بهليله ليه؟ ده انا اتجعزت يا جدع. لا ابدا، ده عشان اللي ما تتسماش. مين؟ مراتك الاولانيه؟ ايوه يا ستي. تصدقي انها عايزه ذهبها ومصاغها كله النهارده، والنهارده بالذات. طب ما تديهم لها وتخلص. انا اقدر اشوفها تاني؟ ما اقدرش. لا إله إلا الله. طيب أستأذن أنا. مع السلامة. استنى عندك. في إيه؟ ريري بيه. ريري بيه، ممكن أقصدك في طلب؟ اتفضل. من فضلك ممكن توصل الذهب والمساغ بتاع طريقتي ليها؟ ما بلاش. ريري بيه، أنت ربنا بعتك علشان تنقذني، أرجوك يا ريري بيه. ما بلاش. أنا مصر يا ريري بيه. هو الذهب كتير؟ لا أبدا، ده شنطة صغيرة قد كده. شنطة صغيرة؟ أيوه. ما بلاش. ريري بيه، اعمل معروف، أبوس إيدك، أبوس رجلك، أنا خلاص كرهتها. ولما أنت كرهتها كده اهوت، شايل صورتها في جيبك لغاية دلوقتي ليه؟ دي الصورة بتاعتها، مش دي صورتها يا ستي؟ أهي. عن إذنك نرجس. نعم. تعالي نحط لها شنطتها. حاضر. نحط لها الدهب بتاعها. اسمع فضلك. ايوه يا فندم. الشنطه اللي كانت هناك دي بتاعتك ولا بتاع الراجل اللي جري؟ لا دي بتاعتي انا يا فندم، بس هو كان سارقها. وفيها ايه؟ فيها اوراقي الخاصه يا فندم. ممكن اشوفها؟ اوي حاضر. استنى عندك، هضرب النار يا حضرة. نعم. انتوا جاهزين؟ نجهز لمين؟ علشان النصابين والمهربين والحراميه. نعم. شوف اما اقول لك، الناس بتكتر، ولما الناس بتكتر معاها الناس الوحشه. عملتوا حسابكم؟ نعمل حسابنا على ايه؟ علشان تقبضوا على الناس الوحشه اللي بتكتر. امشي يا راجل يا مجنون، امشي. حاضر، انا همشي. بس انا عملت اللي عليه وبعد كده ما تزعلوش مني. يلا شوف شغلك امشي. الحمد لله على السلامة. اهلا يا ابو العمر. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو العمر. ايه رايك في العبور؟ حلو قوي. الا مفيش اخبار عن رجب يا ابو العمر ده. يا سلام، انت يا حلوه، انت يا صنيوره، يا دهي يا دهي يا حلوه. انت بتندهلي؟ ايوه بندهلك يا حلوه. بلبل بيه راح يكلم شركم بيه في اللفلفون، حالاتك تستعوجيه. اللي كان قاعد معاك هنا هوت؟ ايوه اللي كان قاعد معايا هنا هوت. لو كان حصل بينكم كلام تاني. ده خرج. خرج كيف يعني؟ راح فين؟ مشي. روح. وانا وانت يعني ما قالكيش حاجه عشاني؟ قالك ايه؟ قال لي اخد منك الحساب كله. يا لهوي بقى، الحساب كله منين؟ ايه ما معكش؟ لا ما معليش، ده انا غلبان. حسنين؟ ده للبوليس. بوليس؟ يا بليس ولا دياولو، هو الحساب كام؟ هتدفعه؟ ايوه هدفعه. قول لي الحساب كام؟ 44 جنيه و35 قرش. واخ يعني ولا تحلوش بلدياتي. وخلي الباقي علشانك. روح يا شيخ، الله يستر عرضك. يا سلام، لا سمح الله لا سمح الله. وجع الناس الحلوين دول. يا سلام. نعمين. هو سرق منك كام؟ سرق كام؟ وانا حلت حاجه؟ ده انا على باب الله. يخرب بيتك يا بلبل، ده طلع مقلب. ايوه مقلب. ده بغور بقى، كان معشمنا بالصنيوره الحلوه دي. بلدياتي. هو سوق اللي اختاري منين؟ صباح الخير. صباح الخير. انا مش عارف اودي وشي منك فين. ولا يهمك. ايه حكايه النوم اللي بتجيلي دي؟ انا لازم اروح الاستباله. طب معلش، انا هوديك للدكتور وهعالجك وكل حاجه، بس تعالى افطر يلا. مفيش مش عندك؟ نعم مش. لا معلش. امال فين العيش؟ امال ايه العيش؟ يا هل ترى مين اللي جه دي؟ هيكون مين؟ لازم البواب. فهد قلب انت؟ ايه؟ تعيش بسرعه ليه؟ في ايه؟ محمود قوي كده ليه؟ اللي يشوفك بيقول انك بتغير عليا. وما غيرش ليه؟ ها؟ وتغير ليه؟ حبيبي الله الله يا عبد الله، ده انت طلعت معرفه، ده انا طلعت حته كرود. ايه؟ انا هفهمك يا رب. هتفهميني ايه؟ وانا اقول لك ساعتها هو ما جابلكيش سيره؟ تقولي لي سيره ايه؟ داني رطخ. رجب كويس قوي قوي ان انا قابلتك. وانا كمان. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ ما تنسى بقى يا راجل انت. طب فلوس عبد العال فين؟ عبد العال ايه؟ طلع يا مولاي كما خلقتني. انت ايه اللي جابك انت؟ رجب بقى صاحبي مالكش دعوه. اوعى إيه احنا بقينا اصحاب. كده اهو. طب والله ونعم النسب. طب استأذن انا بقى على اذنكم. استأذن تروح فين؟ انا عايز فلوسي والا هلم عليك امه لا اله الا الله. لم؟ ايه ده؟ انت بتتقوز عليا؟ رجب ما تتعبش نفسك معاه. ده مش بني ادم، مفيش منه فايده. انت اسكتي خالص، تسكتي خالص، ده انتوا عصابه مع بعض. اسمعي يا بلبل انت، انا من دلوقتي رجلي على رجلك في كل حته تروح لحد ما اشوف فلوسي وفلوس عبد العال راحت فين. طيب تعالى معايا. هات لي هدومي. طيب هوصل لغايه استنى اما اشوف. هات لي هدومي. طيب هات لي هدومي يا حرمه. اللي تقدر تطلع بيه ان الحادثتين قام بيهم شخص واحد. ليه؟ لان المجني عليهم كلهم متفقين على ملامح واحده. بيتهيألي يا فندم انه بيمارس نشاطه من مده بسيطه. بنية استنتاجك ده على اي اساس؟ علشان ما وصلناش غير بلاغين، بلاغ الناس بتوع السفر وبلاغ الراجل ده. اتفضل انت. شاكرينا ليه؟ مش شرط يا فندم، جايز في ناس كتيره ما بلغتش. جايز. على العموم انا عامل خطه، بس الاول انا هوريكم الصوره اللي رسمها المصور من خلال اقوال المجني عليهم. اتفضل نجهل المصور. حاضر يا فندم. طب ما بلاش القمار دي. ما اقدرش، دي حاجه بقت في دمي، لازم العب كل يوم ولازم اخسر برضه كل يوم. تخسر؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تعلمني القمار دي وتلعب معايا، وانت تخسر وانا اكسب، وهو يبقى كده جحا اولى بلحم طور. لا مش هتكسب. مش هكسب؟ بقى انت تخسر مع الناس كلتي الغرب دول وتيجي معايا انا وتقول لا. يا ابني ما فيش حد بيكسب القمار، كله بيخسر. ده ولا يمكن حد يبطله. طب ما تعلمني القمار دي. لا يا اخي حرام عليا. يا سيدي مالكش صالح. اسمع بس انا هقول لك، انت بس واخد بالك تعلمني القمار دي وهو يمكن يركب معايا واكسب والم ثمن المحراه. لا 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 ما ينفعش. بس هقول لك انا يا بلبل، ده المكان اللي بستريح فيه. تعال خش برجلك اليمين. حاسب. تعال. مالك؟ تعال ما تيجي يا واد. هو ده المكان اللي انت بتستريح فيه؟ اه. ايه رايك؟ وعندك كهرباء كمان؟ لكن انت ما انتش خايف تنام، تقوم من النوم تلاقيه كوم تراب عليك؟ يا سيدي يروح بلبل يجي 100 بلبل. تروح فين؟ رجل على رجلك. على رايك هلاقي زيك فين؟ ده انت لقطه. قلت لي انت منين يالا؟ انا من شمباري، شمبارة الميموني، بلدنا دي مش على الخريطه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، محدش ضحك عليا غيرك. ما تزعلش يا رجب يا حبيبي، خليك رياضي، سبور. الدنيا كده لازم يبقى فيها اللي زيي واللي زيك، اللي بياخد واللي بيتاخد منه. طب اللي زي يعيش ازاي؟ لازم ياخد. ايوه ما واحنا ازاي نعيش من غير نكد؟ ده حتى ما يرضيش حاجه كده. اهي الكرش هنا اهي، يلا علمني بقى. ما بلاش. بتضحك على ايه؟ فاكر لما كنت اقول لك خد الفلوس شيلها معاك وانت تقول لي ما بلاش؟ فاكر؟ ده انت هتشوف يوم. يلا علمني بقى يا ابني. طب قبل ما اعلمك القمار لازم اقول لك على حاجه، القمار ده بيودي في داهيه. شايف العيشه اللي انا عايشها دي؟ ما حلتيش غير البدله والقميص اللي انا لابسه، بغسلهم كل يوم واستنى لما ينشفوا عشان البسهم. ما حلتيش حاجه رغم كل اللي بكسبه. هو انت هتقول لي على اللي بتكسبه؟ شوف اما اقول لك، انا لا حلت بدله ولا زكيته ولا اي حاجه. يلا علمني. انا حلمت حلم يا عمده، اللهم اجعله خير. حلم ايه يا غبار؟ خير ان شاء الله. الولد رجع. مال؟ جاني في المنام انه سقط في بير غويط. بير ايه انت راخب؟ حاجه توغوش بحقه حقيقي يا عمده. انا من رايي نبلغ البوليس. خبر ايه يا واد يا غباش؟ انت مالك ومن رجب يا واد يا غباش؟ انت مش شريت المحلات؟ ياهو يا اخوانا يا عالم، انا مش ضد رجب ولا حاجه، انا بس خايف عليه. عندك حق يا واد يا غباش، لازم نشوف لنا صرف دلوقتي. انا بقى الورق حلو، اعمل ايه دلوقتي؟ زود. ازود؟ مهما ازود ما تزعلش. لا مش هزعل. طب انا بزود وقول 3000 جنيه و50 قرش. اشمعنى يعني 50 قرش؟ اجرة القطر. يا واد يا فنجري. ماشي يا عم، جاي معاك. معاك ايه؟ انا معايا فول من اللي انت بتقول عليه دي اهو. فول ايه؟ فول ست 3 ستات و8 و8 اهو، 8 فول اهو. فول تخسر يا عم. انا فول رواه، 3 رواهات وجوز قاس. الشايب ده يكسب 3 ستات دول طبعا. بس انا قربت اتعلم اهو. كلها 150 سنه وتبقى كويس جدا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما خبيش عليك يا رجب يا حبيبي، انا رايح برتيتة قمار. طب بقول ايه؟ ايه؟ انت معاك كده دلوقتي كام من صنف المعامله؟ اشمعنى يعني؟ بس طوعني. معايا 50 جنيه. طب ما تسلفني. انت عايز تلعب؟ ايوه العب، بدل ما مش عارف اعمل حاجه خلاص بقى الواحد يبوظ. يا واد يا فتك، انت هتتقوز عليا. سلفني من اللي عليك ويخلص. لا يا رجب، انت ما تلعبش المره دي. انت تيجي معايا تتفرج وبعدين لما تتعلم اديك فلوس تلعب. موافق؟ وانا اقدر اقول لا؟ ده انا مصاريني في عبك. مصاريني في عبك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت منين يلا قلت لي؟ انا من شبارة الميموني، مش على الخريطه. اه بس تعرف يا رجب، انا حبيتك ونفسي ومن عيني ارجع لك فلوسك وتشتري المحلات بتاعك. مش عارف ليه المره دي يا سي بلبل قلبي مصدقك. طب معلش، يلا. ايه ده؟ هتروح معايا كده؟ شوف انا عندي بلوفر ده عليا وبنطلون طويل قصر عليا، اجيبهم لك يبقوا عليك فل. ايوه عده النصب القديمه. ايه دي؟ انت هتقوز عليا؟ انت منين يا ولا؟ وزين فاليه كانت صغير. 3 رواق. عندك 3 قاس. انا عارف ال3 قاس دول. تعالى يا رجب بيه. رجب بيه عين اعيان شمبارة الميمون. ابراهيم بيه، سيد بيه، جلال بيه. اهلا وسهلا. ايه ما بتلعبوش ليه؟ والله الدكتور محمد ما جاش لغايه دلوقتي، ولا حسين جه ولا اسماعيل جه. طب هنعمل ايه؟ ده احنا 4. طب ما العب انا يا سي بلبل. وماله يا بيه؟ اتفضل. ما بلاش انت يا رجب بيه. سيبه ما دام له مزاج. اتفضل. ايه؟ وماله؟ خد 20 جنيه اهم، خسرتهم يجي لك مغص وتروح، واديك عارف البيت ما تفضحناش. عارف الكنت والكنت الريال والفلوش والبياص. باص تقيل. الباص ده باين عليه صيده. وماله حمار. يلا نلعب. مكانك يا استاذ سيد. اتفضل يا رجب بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. منور يا رجب بيه. اهلا وسهلا. هتلعبوا ازاي؟ كل واحد فيش 20 جنيه. لا 20 جنيه ايه؟ لا احنا نلعب كاش، بلاش فيش ولا بتاع، كل واحد 10 جنيه، ماشي؟ ماشي. ماشي يا رجب بيه، كل واحد 10 جنيه يا رجب بيه. اتفضل. اتفضل خدهم يا اخو، خدهم البيت معاك. فتحنا 5 جنيه. خابط. باص. أنا جاي. طب دلوقتي أنا عايز أجي، أقول البصبوص دي اللي هي الباص بتاعتكم دي يعني، ولا أقول طيب أنا أعمل إيه يا بلبل؟ الله يجازيك يا بلبل، جاي واحد لسه بيستهجى. إحنا ورانا إيه؟ ربنا يزود في الغشم عشان نكسب. قول جاي يا رجب وادفع 5 جنيه يا حبيبي. 2 كارت. نعم؟ 2 كارت. خد يا أخوي. 3 كارت. انت كمان 3 كارت. سيرفي. يعني ايه؟ سيرفي يعني نايم. وانت كمان هتعسل. 2 كارت. انت مش هتغير يا رجب؟ ولي كمان كارت، كمان 5 جنيه. انت ملحوق على ايه يا اخويا؟ ما تهبط شويه يا ابني، دي اصول لعب. انا جاي، اللي مش قد اللعب يقوم. خلاص يا سيدي ما تزعلش، حقك عليا. انا جاي وانت جاي وانت حر ونار في جتتكم. معاك ايه يا عم السيد؟ 3 دام تكسب. فنقاس. انا معايا جدع. تخسر. اكسب انا بقى. ليلكم جله متعاصب جله. ان كان ورقك مش حديد ما تدخلش. حديد ولا زرنيخ، ده عامل زي القطر القشاش، ما فيش حاجه بتقف قصاده. كاك حش وسطك. فتحت ب5 جنيه. ماشي. واني جاي. اتفضل. ورقك حلو يا رجب. حد عارف؟ يلا ان شاء الله ما حد حوش. كارتين. 1 دي 3 كام؟ دلوقتي انا اغير ولا لا يا بلبل؟ يا ابني انا كنت شفت ورقك. الله، انت هتقعد تساله طول الليل ولا ايه؟ ما يلعب لك احسن. طب يا اخويا ما تشخدش كده، وهو ايه يعني لما كلنا نساعد بعض؟ طب دلوقتي انا عايز، طب انا ممكن اغيرهم كلهم؟ لا. طب اغير 4، 2، 1. اغير 1. قول 10. تكسب يا عم. انا اكسب بقى، لان انا معايا فول نسوان و2 وحايد. اكسب يا بلبل. برافو يا راجل. لم الفلوس. الم الفلوس دي. للكم جله. 20 جنيه بلاين. 20 جنيه ايه؟ انت بتلعب مع عالم هفيه. خليتهم 30. ايوه كده، انا جاي. قول في دورك. مين اللي عليك كلام؟ انا. كام؟ فول دام. تكسب. تكسب. استنى، طول بالك. دلوقتي يا بلبل انا معايا ماركة السجاير اللي انت قلت عليها دي، اهي. اسمه ايه؟ كنتو ريال. ارض لك يا جريش. تكسب يا رجب بيه. الف مبروك يا رجب بيه. الم. بس انا احب اخد البرايز الاول دي، البهاريز. ليلكم جله متعصب جله. لا ما دام الحكايه كده بقى، ده احنا نكبر اللعبه. ايوه نكبر يا اخويا، ما نكبرش ليه؟ انا ماشي دور. اهدى كله. فلوس. ايوه ما انا عارف انها فلوس. مفيش تحتيها حاجه تانيه. 4 وحدات. انا احتاج. بلا تهتم بلا زفت، اسكت لا اديك باللوكش في وشك. معاه حق، فرق كويس، فرق تاني. ماشي دول. 50 جنيه بلاين. 100 اوفر. وانت مش قلت معاكش غير 50 جنيه بس؟ ده انت داهيه. كارت. 2. وادي 2 كارت. كاري 8. مبروك. انا زي بتاع المره اللي فاتت، الكنت ريال اهو. لم يا رجب بيه. مبروك، الف مبروك. ليلكم جله متعاصى جله. رجب رحت فين؟ رجب ايه؟ اعل صلب على مهلك يا رجب. مش كده. اسكت يا سيبولبول، خلينا نخلص يا طابت يا 2 عور. انا صلد 10 جنيه اهو. انا جاي وانت جاي. وانا جاي بصلد. انا معايا البتاع ده، هو اللي بيكسب دايما، دي اسمه الكنت ريال دي. مبروك. وانت يا سيد اهو. بطلت. وانت بطلت؟ انا فلست خلاص. على خيرة الله. ليلكم جله متعاصب جله. سيبولبول انا هشتري المحرات وانت باخد بقيه الفلوس. ليه؟ حط الفلوس مكانها. احط الفلوس مطرحها يعني ايه؟ ما دام مش قد اللعب ما تبقاش تلعب. ما صحش يا جرير، عيب. لو كنت تعرف العيب ما تخليش واحد زي ده ياخد فلوسنا. انت هتعمل ايه؟ انا في عرضك يا بلبل. ما تخافش يا نجم، ما يقدرش يعمل بمطوه دي حاجه. سيب الفلوس وامشي من قدامي الا اجيب كرشه. جرير يا بلبل، وانت اللي بتقولها يا رجب. سامحني يا رجب، انا اذيتك كتير، معلش. انت ما اذيتنيش، انا ما كنتش عارف حاجه، انت اللي علمتني حاجه. ما تشوفوا حكيم، شوفوا حكيم بالصوره، قربنا نروح، هتروح مننا. انا خلاص. ما تقولش كده، لازم يعملوا الواجب، ده انت صاحبهم. صاحبهم مش هيرضوا يجيبوا دكتور، دول اصحابي وانا عارفهم. حد يجي يسنده، انا انزل اجيب حكيم. انت غريب، والغريب اعمى ولو كان بصير. عايزك تسامحني يا رجب، سامحني ارجوك. انا مسامحك يا بلبل، انا مسامحك. كده على طول نسيت كل اللي عملته فيك. انت طيب قوي يا رجب. كل اللي انت عملته فيا ده كوم، وكونك انك تموت بدالي ده كوم تاني. انا بصراحه يا بلبل اول مره اعرف انك شاه. محدش بيتولد جبان يا رجب، الظروف هي اللي بتعمل الجبان والشريف والشهم والنصاب. أنا حاسس براحة، هرتاح وأريح ناس كتير، ناس لسه كنت. قلتلي أنت منين يا ولا؟ أنا من شمبارة يا بلبل، شمبارة الميمونة. مش على الخريطة. بلبل 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 راح يا اخوانا، عبور عليكم. لم الفلوس. مين اللي قتله؟ ده اللي قتله ابو المعاطي. ابو المعاطي حبيب بلدياتي، اهلا اهلا.